عصام كابتن عصام عبد الفتاح، شفت الاسبوع اللي فات؟ مبدئيا اكدنا وبناكد وهناكد على مساندتنا ودعمنا غير المحدودين للحكام، واقتناعنا انه عمليه التحكيم في مصر في مرحله احلال وتبديل وتجديد، مش تبديد، محتاجه من الكل ان هم يساعدهم شويه ويساندهم. مفيش خلاف على هذه المفاهيم العامه حتى، لكن لما يكون كلام رئيس اللجنة وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد إنه كابتن سيد عبد الحفيظ غلط، وإن إحنا ما بنخافش من أي حد، وإن إحنا ما حدش هيهوشنا، وإنه اعتراف إن الحكم أخطأ، ومفيش أي حد، وإحنا رجالة، إحنا رجالة، وأي شنب وأي وبدأت لا ده إيه؟ عامل إزاي وإحنا رجالة؟ مش واحد هنا يقول لي إيه والناحية التانية يشتموا ويتجاوزوا؟ ايوه الناحيه يعني التانيه بقى عملت ايه؟ يعني كان الكلام على انه لا خايفين من الاهلي ولا الناحيه التانيه يقصد الزمالك هيهوشونا او هيخوفونا. قلنا برافو برافو ان في لجنه قويه، لانه العداله محتاجه قوه تحميها. طيب بعد الاعتراف الكامل على انه الحكم احمد حمدي وقع في اخطاء كارثيه ومؤثره وفي اتجاه واحد، يعني انا افهم انه ممكن الحكم يكون سيء الحظ فيغلط هنا وهنا، لكن اديني عقلك، اديني عقل يقول ازاي حكم نفس الاخطاء موجهه في اتجاه واحد 4 ضربات جزاء لفريق واحد، واحده منهم بنفس المعيار حسبتها في الناحيه الثانيه. لا انت ما عندكش قرار خاطئ واحد في الناحيه الثانيه، 5 اخطاء كلها ضد الاهلي، اخطائك المؤثره في المباراه في اتجاه واحد. انت عايز عارف دي مساله احنا قلنا والله يا كابتن عصام اطلب من الراجل ده تفسير حق. ايه تفسيرك لده؟ انت واقف غلط، انت مش شايف، انت مش عايز، انت مش حابب، كل ده لازم يتقال اذا كنتوا فعلا بتتكلموا على اصلاح مسيره وبتتكلموا على مسانده حكام، انما مش لانه سيد عبد الحفيظ قال كلمتين، مش ممارسه سلطه وبس. وهو سيد عبد الحفيظ قال ايه؟ القدرات. صدق ان انا لو منك تستخبى ورا كلمه قدرات، لانه القدره هتكتسب بمزيد من الصقل والممارسه لكنه ما هي لو مش لو مش خبرات ومش قدرات تبقى مصيبه سوداء. هي بجد هي مصيبه سوداء. يعني لما كل لا جمال الغندور ولا الشناوي ولا البلتاجي يا استاذ ابراهيم في اي حته في العالم لازم يكون في تحقيق. انت منتظر ايه عشان تحقق؟ امتى هتحقق؟ هو انا بقول لك لازم يطلع النمودان يا اخي، حقق ودافع عنه. حدث كذا وفسر كذا ورايه كذا بالظبط، لكن خمس لك كل الاخطاء دي اللي ما رضيش يحسبها. على فكره استاذ ابراهيم هو كده مدان قدام الراي العام، لان ما حدش براه. هو كل اللي عمل ازاي تقول عليا كده؟ محدش برأك. لكن انت عشان على فكره امبارح كان بيحكم ولا النهارده في الدرجه الثانيه ماشي، ما هو انت يعني مش فاهمني. يعني لم يعاقب بالظبط، بس خبوه شويه بالظبط. لا هو ما استخباش، لانه مش كحكم جديد مش كل اسبوع هيحكم دوري ممتاز، واحنا مش عايزينه يعاقب بأونطة. مش نتيجه صوت عالي، احنا بنقول لك حقق. غريب مش غريبه يا كابتن عصام ان واحد يخلص 5 غلطات مؤثرة على نتيجة المباراة في اتجاه واحد، في ضد فريق واحد ما استوقفتكش. سيبك من كلام الناس اللي قالوا انت مش عايز حد يقول عايز تعمل عملية جراحية وتعمل بتر وقطع وقص ولزق، لكن بيتصرخ ليه يا ابني انت؟ هو انت بتقول ايه ده الكلام ده؟ يعني لما عرضنا الرأي كل خبراء التحكيم، وهم بالمناسبة كانوا 4 رؤساء لجان سابقين، إذا كان الكابتن جمال الغندور ولا الكابتن رضا البلتاجي ولا الكابتن أحمد الشناوي، كلهم مسكوا عملية التحكيم في مصر. لما يتعرض رأي كل دول وناصر عباس لما يتعرض رأي 4 من كبار خبراء التحكيم ويجمعوا على هذه الأخطاء، وما تطلعش كرئيس لجنة أو أي مسؤول من اللجنة يقول يا جماعة الحكم أخطأ نتيجة 1-2-3، ما يقولش أو الحكم ما أخطأش في حالة الحكم. لا نعرف إنه تحل التحقيق وانه فسر 1-2-3 زي ما انت بتقول. يعني التعامل مع الازمه فن طبعا. انت تمتص الراي العام بايه؟
لكن هو ما كانش يقدر يعمل كده لان جاله ضغط مقابل ما قدرش يقاومه هو. يعني طب قبل ما يجيله الضغط المقابل هنشوف الضغط طبعا واثاره، بس مبدئيا ما نفتكر هو الاسبوع اللي فات الكابتن عصام كان قال ايه ردا على كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ وعلى كلمه اي، نشوف. هناك من اساء للتحكيم واهان التحكيم بشكل غير عادي، وانا اخد حقه، انا اخد حقنا منه من لجنه المسابقات، ولو ده ما تمش انا همشي استقيل. حضرتك بتتكلم على مين بالتحديد يا كابتن؟ ايا كان ايا كان احنا بنجتهد، انما لما حد يوش انا ما اقدرش اشكك في النادي الاهلي اقول انه جاب طبقات مضروبه او ان المدرب تعبان او ان انا اهين اي حد، مش ممكن، لان احنا في مجال لازم ننجح كلنا مع بعض، محتاج تكاتف وده صحيح. بيتكلم في تقليل في شأن الحكم، في تقليل في شكل تطوير التحكيم. خلاص تعالوا انتوا امسكوا بقى التحكيم. الله. وناس ثانيه على الجانب الاخر بيهددونا، يقول لك مش عارف ايه لو ايه، احنا رجاله. انا راجل بقول للمسؤولين اذا كان في الاهلي والزمالك اللي بيشتغلوا في لجنه الحكام رجاله وحكام مصر رجاله، ولا هنخاف من ادخن شرم منكم في ايه؟ احنا بنشتغل بما يرضي الله، بنشتغل بدون اجل، وبحاول نعمل حاجه للتحكيم المصري بكل امانه. اللي مش عاجبه يجيب حكام اجانب، واحنا مش كويس. انا معاك يا كابتن وكلنا معاك، اوعى تخاف من حد، اوعى تخاف من حد، كفايه الخوف اللي فات. بس تفتكر انت ما خفتش من حد لما الجرايد والمواقع اتملت بايقاف الحكم احمد حمدي؟ الجرايد كلها ومعظمها على فكره كتب قررت لجنه الحكام. طبعا طلعت وقلت ما قررناش، وطلع الموقع الرسمي لاتحاد الكوره نفى جمله وتفصيلا ما تردد وما نشر عن ايقاف احمد حمدي. طب تفتكروا احمد حمدي توقف ولا ما توقفش؟ وايه سبب تغيير القرار اللي صدر؟ وهل كان قرار ولا لا؟ نشوف الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في فيديو على الموقع الرسمي لنادي الزمالك عشان نشوف يا كابتن عصام بتخاف ولا ما بتخافش. أنا قريت إن الحكم اتوقف وفعلا كان وقوف، فعلا عصام افتح كان وقف، لكن طول ما مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لن يسمح بعبث، لأنه اتقال هتوقف ده اي حكم، وعصام سامعني وعارف انا قلت له ايه، اي حكم يا عصام في فاول الزمالك مش هحسبه وما وقفتوش هتبقى السنه السوداء. مستشار مرتضى منصور مفيش اوضح من كده، قال لك الحكم كان موقوف فعلا تم ايقافه، لكن انا مش هسمح. وهو عارف انا قلت له ايه، وانا عارف انا قلت له. يا ترى قال له ايه؟ عارف هو قال له ايه؟ طب ما نشوف الكابتن عصام نفسه سمع ايه. قدامي خبر بيقول ان رئيس نادي الزمالك قال في تصريحات لي انه ان انت حضرتك اصدرت قرار بايقاف الحكم احمد حمدي حكم مباراه الاهلي وطلائع الجيش، وان هو اتصل بيك وخلاك تتراجع عن هذا القرار، وقال لك انه لن يسمح بانه الزمالك يتعرض لاي ظلم، وانه لازم تستعين بالحكام اصحاب الخبره فقط في مباريات الاهلي والزمالك. صحه هذا الكلام؟ يعني طبعا انت عاوزني اجاوب على السؤال ده ازاي؟ عاوزني استعيد شويه شخصيه المستشار مرتضى منصور وحلف لك بالطلاق؟ طب يا سيدي عليا الطلاق ده ما حصلش. انا بعرف لك بالطلاق، اسف واسف للساده المستمعين، يعني ان انا بعمل كده ما حصلش. كنت انا بسالك الحلفان الطلاق ده على ان حضرتك ما اوقفتش اصلا احمد حمدي، ولا على المكالمه انها ما حصلتش مع المستشار مرتضى، ولا على انها حصلت بس ما جابلكش سيره الموضوع واثناك عن ايقافه؟ لم تحدث مكالمه مع اصلا بصراحة بقى، يعني بصراحة أنا اللي حصل ما بيني وبين المستشار مرتضى منصور عشان الناس تعرف إن أنا يعني أنا ما بحبش أتعامل في الظلام، بحب أتعامل في النور، لأني ما بخافش من حد ولا أدخن تخين، أنا راجل عسكري ومحدش ماسك عليا حاجة، فأرجو إن إحنا نبدأ موسم محترم. المستشار مرتضى منصور بعد الماتش الأول للزمالك بعت لي رسالة
ايه يعني الراجل ما غلطش فيها، بيقول لي احنا هنبدا من اولها الزمالك تعالي اعتقد مع الانتاج اول مباراه تمام واحد واحد. بعت لي رساله الراجل بيقول لي هو احنا هنبدا من اولها الوساخه في الرساله، انا ما رفضتش عليه لان انا الحقيقه لا ما فيهاش حاجه بصراحه الرساله دي يعني بصراحه فعلا ما فيهاش حاجه يعني فانا ما رفضتش السبب لان انا محترم انا راجل محترم ما يعني ايه ماشي يعني اعتبرت ان دي ما اعتبرتوش ان هو انا رئيس نادي الزمالك، اعتبرت ان هو مشجع من الناس اللي يعني بقى بيثيروا على نادي الزمالك متعصب لنادي الزمالك شيء طبيعي رغم ان التحكيم ما حصلش فيه اي حاجه يعني تمام. الرساله عندي على التليفون تمام. بعد ماتش الاهلي كانت رساله ثانيه برضو من معالي المستشار مرتضى منصور. قال لي مش عارف ايه وبتاع وانا والحكم توقف وانت وقفت الحكم وانا مش هسمح ب ولو انت ذكر مش عارف ايه. بعت لي قلت له انا لا بخاف منك ولا من اتكل منك وانا ذكر 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 وانت تعرف ده تمام. طبعا كابتن عصام واحنا بنحب يعني بنحبك ونكن لك كل التقدير والاحترام. طب معالي مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ ينفع نخليه معالي الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ الراجل كان قال ايه؟ قال هي قدرات. لا معلش قبل ما اروح للسيد يا استاذ ابراهيم يا جماعه انتوا بتخطفوا الامور. قبل ما نروح للي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ قال له لا 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 ما بعتنيش وعلى طلاق ما كلمني ما كلموش تمام. بس تحاور معاه بالرساله بالرسائل قال له احنا هنبتدي الوساخه بعد ماتش الانتاج والزمالك اللي انا مش متذكر ان كان في وساخه ولا مفيش. طب لما تكون كل الوساخه في الماتش اللي بعديها، وعلى فكره انا بستخدم اللفظ اللي انا مش حابه لان هو قال دي ما فيهاش حاجه قال هو يعني هو اعتبر ان الوساخه صفه مش شتيمه واخد بالك. فمحدش القدرات هي اللي شتيمه ده موضوع تاني. اما نيجي للقدرات نبقى نحل نحط الوساخه في جنب والقدرات ونشوف ايهما يعني أتقل. يصنف انه سباب يعني او لكن انا عايز استوقف هنا. فقلت له انا ما بخافش انا ما بيهمنيش بص علي طلع ما هو موقوف اذا كنت فاكر ان انا وقفته علي الطلاق ما انا وقفت انا ذكر. طب ما هو بيقول لك ما توقفوش انت حلفت على ايه؟ وانت يا استاذ هو انت بتيجي تقول يعني في حاجات كده يا جماعه هو احنا هنفضل في الليله دي كتير يعني احنا هنفضل في المناهده دي والمهابره دي ولي الحقائق ده والتجميل بلاش الكذب للمواقف ده كتير. هو انت يديرك ايه يا كابتن عصام انك تشتغل بقوه يا اخوانا هنحقق في الموضوع يطلع ظالم يا اخي. الناس المحترمه برضه بره بتحقق وبتوقف بعد سنه واتنين وسبع شهور وبتشطب وبتعيد ماتشات. ما هوش عيب ان يطلع مش عيب ان يطلع عندي حد في المؤسسه اللي انا بديرها لو انا رئيس مجلس اداره مختلس، لكن العيب ان اعرف انه مختلس وادافع عنه. او انت بتتكلم على انه مختلس بعد تحقيقات او اكتشفت انه ضعيف او اكتشفت انه بريء بس ضعيف بس يا عيني ضعيف. او ما اقول ايه هبديله الماتشات اللي ما تخوفش او اكتشفت انه كان نازل نتيجه ان انا بقول له احنا ذكوره فنزل يبان انه ذكر على النادي الاهلي خد حبايه شجاعه زياده لا هوريكم بقى هم فاهمين انه هياخدوا حقهم. طب يوروني يعملوا ايه بس بقى لما ما ياخدوش حقهم مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ويجي مدير الكوره بينقي اقل الالفاظ تأدب احتراما يعني هو وهو بيتوجع قال ايه مساله قدرات يعني مش عايز انطق اكتر من كده انت ضعيف انت فنيا ضعيف اقول له وبتقول قدرات طب 20,000 جنيه يا كابتن سيد طب وانت ايه اللي خلاك قلت قدرات؟ ليه ما قلتش ايه الوساخه دي؟ ما دام الوساخه مش عيب ما بتعقبش يعني انت كنت استخدمت نفس اللفظ عشان يبقى المقارنه على نفس اللفظ بالظبط وساخه بوساخه خلاص يا اولاد عرفنا وتهنا ولقيناها اسفين جدا يا جماعه اللي حصل في ماتش النادي الاهلي وطلائع الجيش وساخه من الحكم ما فيهاش شتيمه مش انا اللي بقول انا اعتبرتها من واحد مشجع بيحب النادي بص عشان هقول لك ارفع دي انا مش انا اللي قلت انت اديتني الرخصه وقلت لي مش هعتبرها شتيمه باجازه الوساخه وقلت لي ان دي مش شتيمه ده لفظ واحد بيحب ناديه متضايق فاستخدم هذه الصفه
دي مش شتيمة، دي صفة. هل أنا من حق استخدم كده؟ لا، أنا ما أقولش كده، ما أقولش كده، ومصحش أقول كده، ولا بنصحكم تقولوا كده يا جماعة. بس أنا بقول يعني ما توصلوش الناس بقى، يعني لازم وانت بتتكلم، ما هو لا الناس عقلها صغير ولا الناس بتنسى، يا كل شيء متوثق. الكلمتين اللي قالهم الكابتن عصام دلوقتي، انا على الطلاق ما حصل مكالمة، ده تحايل في ال، بس حصل حوار على الورق. نقل لك اللي عايز يقوله لك بالتليفون، ممكن انت ما تكونش رديت عليه، راح بعت لك اللي عايز يقوله لك على التليفون، فانت قلت له انا ما بيهمنيش بس مش هوقفه. ماشي يا عم، بس كنت اتمنى تقوم تقول احنا نتيجه التحقيق ثبت انه لم يخطئ وان المساله كلها اخطاء بشريه. اه بالظبط. يعني يعني هو انت مش قد تفاجئ يا كابتن عصام، هو انت من مصلحتك ان يبقى في حد غلطان ما يتحاسبش؟ ها؟ لا طبعا. انا بقول لك بلغ اهو، حقق في اللي حصل. هذا الحكم كل ما هينزل ملعب هينظر اليه نظره مش كويسه، صدقني. برأوا بقى بالتحقيق. هتشوف ليه ما اتصلش بالمساعدين وانتوا مدين لهم سماعات؟ هل رأى رأي مساعد امين لحقوا في اي قرار من القرارات الجدليه ديت ولا لا؟ ولا كلهم سكتوا وباعوه؟ هل هو سمع وطنش وصمم على قراره واعتبر ان دي الحالات صاحب هو القرار فيها لوحده؟ هل الرجل تمركزه وتحركه وزاويه الرؤيه بتاعته وكل المبررات اللي لما بنحب نبلعها لاي حكم نبدا نتكلم على انه زاويه الرؤيه كانت قافله او التمركز بتاعه، وكانه الراجل تحركه الغلط ده ما يحسبش عليه او وقفه، مع انه في معظم القرارات ما كانش في حد، كانت الدنيا صحراء. المره قدام الوحيده اللي في حجب للرؤيه كانت في ضربه الجزاء بتاعه الاهلي. بالظبط. ان كان لعيب الاهلي اللي شافها اللي ما شافهاش. لان كان لعيب السوليه، كان في لعيب من النادي الاهلي بينه وبين الحكم. يعني كان ينبغي عليه لما لقى الاحتجاج ده يروح يسال اللاينزمان ويرجع يدبس اللاينزمان ويشاور على ضربه الجزاء، انت كده براء. فهي هل هي قدرات وقله خبره وصغر سن وحداثه عهد ومحتاجين صبر عليه؟ كل ده نفهمه، كل ده مقبول. كلمه قدرات او مستوى ضعيف او ما ينفعش كده، ما تخليش سيد عبد الحفيظ يتغرم 20,000 جنيه. لكن في نفس الوقت مين قال ان احنا موافقين ان انت تظلم الزمالك؟ يعني الاستاذ مرتضى بيقول لك الزمالك ما يتظلمش. لا، لا مطلوب يظلم لا الزمالك ولا يظلم الاهلي ولا يظلم اي فريق. ويظلم الزمالك ليه؟ انت في النهايه حكم، مطلوب منك انك تقضي بالعدل بين كل. لكن لما تعتبر كلمه هي فيها هذا الجرم والخطا والعقاب وتعتبر انت عايز تعرف اي حاجه ثانيه، 20,000 جنيه للكابتن سيد؟ عايز تعرف؟ انا كنت هفوتها، ما رضيتش اعلق عليها المره اللي فاتت. قال لك انا هنزل للجنه المسابقات واجيب حقهم يا اما استقيل. اذا هذا القرار بني على تهديد. لا، بني على تهديد. بني على تهديد. وانا اربأ بالاستاذ عامر حسين، معلش بقى، ما حبيبنا وصديقنا، لا يا عامر بيه، لا يا عامر بيه. انت شفت طبعا يا عامر بيه، هتقول لي اصل التحكيم، بص اللي الناس بتشوفه ما نقدرش نتجاهله. وانت شفت الماتش وشفت ان توجع مسؤول الاهلي كان مبني على ايه. هو بقى ايه نتيجه ان ايه كابتن سيد يعني هو اعتبرها زودها، انه راح كل الفضائيات يقول نفس الكلام في 20,000 جنيه. طبعا نتيجه الضغط والتهديد. وانا ذكر انا خايف بقى من حاجه يا استاذ ابراهيم، خايف ان التهديد ده يجيب نتيجته بعد كده ونشوف ان الحكام نازله تتعمد استفزاز الانديه الكبيره، واختص بذكر النديه. والله لو الزمالك لقى حاجه عنده يحاسب عليها، لكن انا بقول لناديه لا، مش هنسيب، مش هنسمح، هنسمح بالخطا لكن لا نسمح بالاستفزاز. هو كل الاستعراض على لعبتنا وينقولك ايه بقى؟ وليد سليمان، ينقيلك حسام غالي، ينقيلك حسام البدري، بيبص وبعدين يمشي لعيب وراه يقول له برافو 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 برافو، لما يلاقيه مش راضي يسمع في ودنه برافو برافو يقوم يديله ظهره عشان ما يورطوش اكتر. طيب. من كده نفس الحاكم،
اللي انا قلت له الله هو انت بصيت للنظره ما سمعتش التسقيفه وبرافو برافو ما تجننوا يعني ما نعلقش على دي يعني ما شفتهاش يا كابتن عصام. طيب دلوقتي رئيس نادي او اي عضو مجلس اداره لا او اي عضو مجلس اداره لما بيتكلم او حتى بيدوس جامد لا يعاقب لانه اتحاد الكره او لجنه المسابقات الحكام بتعتبره مشجع او هو بره اطار سيطرتها. هو قال له كده. اوكي هل من المنطقي انه في الاهلي اللي ما يتكلمش في الكوره الا مدير الكوره والمدير الفني فيتعاقبه والاداره ما تتكلمش؟ هل مطلوب ان الاهلي يتنازل على نظامه والاداره يعني اللي تتكلم في الكوره؟ لو الاهلي لجا قال له لما حد عشان ما تتوقفوش يا جماعه روحوا للمتحدث الرسمي اللي هو شيرين كويس يبقى هو يقول خلاص كده مش مش هيقربوا له. اعملوا كده اعملوا كده صحيح ايه المشكله؟ لكن انا الزمالك يدافع عن نفسه بالطريقه اللي هو عايزها لكن اوعى تفتكر انك انت هتضرب بيا المثل انا بس لا تضرب بيا المثل ليه؟ هو انت بتبصوا على الاهلك منه مش عارف ايه ده لسه بقى اللي ضحكك في اللي جاي في بقيه الفقره دي الناس اللي بتتهكم في فعل فاعل بتعمد. طيب. اللي كنت بتكلم فيه الاول خلينا ما تستبقش